ولذلك لما نيجي بقى نستعرض ان شاء الله مع بعض الايات اللي سبق ان احنا ذكرناها واللي هنذكرها ان شاء الله في مواتب، لما نقول مثلا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. من المؤمنين الكتاب ده اذا وعظونا علمنا انها موعظه الله، واذا ذكرونا بشيء كان فيه شفاء لما في قلوبنا من امراض الكبر والبغي. مين المؤمنين دول اللي هم هداهم هدى الله؟ اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. مين اللي لو استقمنا على نصحهم وموعظتهم رحمنا؟ مين دول المؤمنين دول؟ يبقى معهم دول ائمه المؤمنين اللي هم آل البيت عليهم السلام. مين اللي ربنا قال لنا في الكتاب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. مين المؤمنين دول اللي هو هدى وشفاء لنا؟ لبنهدى ونشفى بهم وبنصحهم هم دولت هم الذين آتاهم الله الكتاب. إذا ربنا جعل الكتاب آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مين أرفع علما منهم؟ بس عارفين هم أوتوا علمي وفهمي، ما نقدرش نرفع عليهم حد. لا تعلموهم، لا تفقهوه، إياكم تعملوا حاجة زي كده، ده جرم. ما حدش بيعلم رسول الله، وكذلك لا يعلم أحد آل البيت عليهم السلام. تأخذ منهم وتسلم زي ما بتسلم للرسول، بتسلم لهم بالضبط، زي ما بتسلم ليعقوب والإسحاق بتسلم للحسن والحسين ولعلي عليهم السلام. طبعا أنا عارف إن في شبهة يقول لك دول أنبياء ودول مش أنبياء، إحنا هنعرف إن دول محدثين. ولهم ما للنبيين في كل ما جاء من عند الله. بس هنشوفها في وقتها بإذن الله نعرف. لكن أهم حاجة ناخد الأمر بصورة عامة. أن ما لآل إبراهيم لآل محمد عليه السلام. لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، دول مين دول؟ مين المؤمنين إن الكتاب ده بصائر؟ يعني إذا بصرونا إنما يبصرون ببصائر الله، محسوم. إذا نصحونا إنما ينصحون بنصيحة الله، إذا ذكرونا إنما يذكرون بتذكرة الله، إذا هدونا إنما يهدون بهدي الله. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من هم المؤمنين دول؟ أظن إننا نفهم كويس من خلال النصوص اللي ذكرناها إن دول يقصد بيهم أئمة المؤمنين. ولذلك لما يروى عن العترة الطاهرة ويقولوا ما من آية نزلت في كتاب الله تقول يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها، ما هو لازم يكون لها أمير، هي لازم يكون لها أمير عشان ينفذ هذا الحكم، لازم يكون لها قمة عالية. أعلى الناس درجة في العلم والإيمان مين؟ لازم يكون لها واحد من دول، هو ده اللي هيشرف على إقامتها، هو ده اللي ربنا ابتلانا بيه. ورفع بعضكم فوق بعض الدرجات ليبلوكم فيما اتاكم. هل اللي ربنا رفع لفوق درجات علشان اعلو عليه؟ ده هلاك على طول. ده اذا ما انزلتش الناس منازلهم كان الهلاك. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا ضيعت الامانه فانتظروا الساعه. في قول الله عز وجل ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منه. فبيقولوا هي الامانه دي يا رسول الله؟ اذا ضيعت الامانه، اذا ضيعت الامانه فانتظروا الساعه. ده حديث في صحيح البخاري هذا الحديث. اذا ضيعت الامانه فانتظروا الساعه، يعني موتوا احسن بالمعنى الاصح. مش يعني لما تيجي قبل الساعه هتضيع الامانه، ضيع طول عمره. من اول ما قابيل، من اول ما قابيل قتل هابيل والامانه مضيعه في الارض. ساعه ما ابليس ابى ان يسجد ضيع الامانه. لكن فانتظروا الساعة يعني ايه؟ يعني الموت خيرا لكم من الحياة، هذا المقصد. لأن دي من الأشياء الوجوه اللي الناس بتفهم بها دين الله خطأ يعني. فإذا ضيعت الإيمان فانتظروا الساعة. قالوا وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر، إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظروا الساعة. هو ده البلاء الأعظم.
ان يكون في وسطكم خير فلا تخيروا، ان يكون وسطكم ايمان فلا تؤمنوا، ان يكون معاكم ارفع الناس ايمانا وارفع الناس علما فتضيعوا تذهبوا عن مكانته، ان تقدموا يعني رجل على رجل كان يقول فيكم سلوني قبل ان تفقدون، امام بيقول للناس سلوني قبل ان تفقد عند فان بين جوانبي علما جما، اسالون لان هم دول اهل الذكر، اسالون لكن الناس مش فايقه، ناس مصروفه للدنيا. وكان لهم امام اخر اذا سئل ضرب السائل، فانتظروا الساعه الامر توسد لغير اهل ناس، ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هو عيب ان انا اسال متى يضرب السائل، متى ضرب رسول الله سائل، هو صح الرسول صلى الله عليه وسلم قال سل تعلما ولا تسال تعنتا، لكن انا مش مطالب بقى ان انا كل واحد يجي يسالني اشك عن قلبه واشوف بيسال تعنتا ولا تزمتا ولا خلافه يعني. ما كان في ايام بيقول الناس سالوني وكانوا بيسالوا تهكما مش تعنتا بس، كان ايضا يجيب على من يسال تهكما. شوف في سيره مولانا امير المؤمنين مع عبد الكواء كده ماذا صنع معه، فاذا وسد الامر لغير اهله فانتظروا الساعه دي، تضييع الامانه المطلقه ده الهلاك العام. ولذلك يمكن في علم الاداره الموجود بيقول لازم لما نولي اداره مصنع نولي لأكفأ الايه؟ اكفأ المهندسين، اكفأ الاداريين. مين اكفأ الاداريين؟ اعلم الاداريين واكثرهم درايه بالاداره. في حاجه ثانيه غير كده؟ هو كذلك الدين. مين اللي هيكون امام المسلمين يعني؟ اشمعنى المسلمين اللي مصنعهم دايما خربان كده ويتولاهم الجهله والفساق وغيرهم؟ ده عبر تاريخهم كده. يبين لنا الكتاب ان هدى وبشرى للمؤمنين، ان هو هدى ورحمه للمحسنين، ان هو هدى ورحمه لقوم يوقنون، تذكره لمن يخشى. نعلم ان اعلم الناس بالخشيه الناس يعني اعلى الناس درجه في اليقين، اعلى الناس درجه في الاحسان، اعلى الناس درجه في الايمان، اعلى الناس درجه في الاسلام هم مين؟ هم الائمه. زي ما الرسول قال لنا كده هو مسلمهم تبع لمسلمه، مؤمنهم تبع لمؤمنه، بارهم تبع لباره، يعني الأبرار قسمين أئمة ومأمومين، أئمة ومأمومين. في مسلمين أئمة في مسلمين مأمومين، في مؤمنين أئمة في مؤمنين مأمومين، في أبرار أئمة وفي أبرار مأمومين، في صالحين مؤمنين وفي صالحين أئمة المؤمنين وهكذا. فلما تيجي الآيات وبتخاطب مين؟ بتخاطب الأئمة الذروة العليا فين؟ في الإيمان وفي الإسلام وفي التقوى وفي الورع وفي الخشية. فمش تبقوا تتعجبوا لما حد يقول إن الآيات ديت بيخاطب بها أئمة المؤمنين أو بيخاطب بها آل البيت عليهم السلام. ده دي حقيقة الأمر اللي هو لو جهلناه الأمور بتلتبس علينا فورا، زي ما بتلتبس علينا كده أجي أحتج لك بآية نزلت في إبراهيم أو في إسحاق أو في يعقوب أو في موسى أو في داود أو في سليمان، تقول لا دي ده شرع من قبلنا، وأقول لك يا عم ده اللي ربنا قال أمرت به، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين رسول ورسول، ولا نفرق بين تنزيل وتنزيل. قل وآمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وهكذا، كله نؤمن بكل تنزيل وبنؤمن بكل منزل إليه رسول، بنؤمن بكل رسول وبكل رسالة.
شريعة واحدة، منهج واحد. إذا ما عملناش بكده المسألة انتهت، وركننا جانب كبير جدا من جوانب الإيه؟ الاحتجاج، وضاعت مننا الحجة. كذلك تضيع الحجة لو ما أدركناش إن المحسنين والمؤمنين والمخلصين والمؤمنين والمتقين دولت هم أئمة المؤمنين في الخطاب الأول. ده مش معناها إن العامة مش مخاطبين، ما هو بيخاطب الذي أعلى والذي هو أدنى. لكن المراد الأول هم دول، فلما يقال هؤلاء هم آل البيت، مش تبقى تتعجب؟ وزيادة بن يقول شوف بيقول المؤمنين على آل البيت، ده هي دي في فلان وفلان، لا ده هم دول الذروة العليا، هم دول أكرم الناس، هم دول أتقى الناس، هم دول أعلم الناس، هم دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم ترك الثقل ليهم، هم دول الآيات بينات في صدورهم، هم دول اللي جاءوا مصدقين لما سبق من النبيين، هم دول الآيات بينات في صدورهم، هم دول اللي التفسير والبيان والتفصيل عندهم في ديهم هم. كما كان ذلك في جميع الأمم السابقة. وليس هذا بدعا من الرسل. محمد ما كانش بدع من الرسل، ولا رسالته بدع من الرسالات، ولا شريعته بدع من الشرائع، ولا آل بيته بدع من آل بيوت الأنبياء. نزلنا عليك الكتاب بالحق مشاهد الحق هو المصدق، فكنا من هو حق، فبنبقى عارفين هو مصدق لسائر الكتب، ما قيل فيه قيل في غيره من الكتب، وما قيل في شأنه قيل ما قيل في شأن جميع الكتب، وما قيل في شأن حامل هذه الرسالة قيل في شأن حامل هذه الرسالات السابقة جميعا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فكون الكتاب اللي حق دي مسألة ما فيهاش ريب، وكل المسلمين متفقين عند كتاب الله حق، هما اللي اختلف فين؟ في البيان. واحنا مختلفين في حاجة تانية غير البيان، يبقى مصيبة مع الكتاب الحق المنزل ده ايه؟ ان هو ما حكمناش فيه بالحق البياني او بمن امرنا الله ان نتبعه في البيان، اللي هو بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وعرفناهم من قبل، اللي ربنا قال فيهم بواضح العبارة وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، يهدون بالحق، الهدى بالحق، اللي ربنا قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. يبقى الكتاب حق ما دام إيه؟ ما دام الأمة التي تهدي بالحق تهدي به. هل هيتحقق حق الكتاب إلا بهم؟ لن يتحقق للكتاب حق بين الناس إلا بهم، لأن كل واحد فينا بيقول إيه؟ زي ما قلنا في جميع الخصائص اللي ذكرناها، بيقول إن الكتاب حق، وبيان سلف الصالح له حق، وكل أمة كل طائفة من السلفيين وفرق السلفيين المتعددة المختلفة، يعني عارفين فرق مختلفة، ومن المعتزلة ومن المرجاء ومن الصوفي، كل الفرق بتقول ان احنا سلفنا سلف صالح وهم دولة البيان، اختلفنا في البيان، عايزين نشوف مين ربنا جعل الكتاب بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم، من الذين اتاهم الله العلم؟ هم اهل البيت، كما عرفنا في الادله العديده اللي سردناها فيها الغنى وفيها الكفايه. وممن خلقنا امه يهدون بالحق وبه يعدلون، هي للامه التي تاتي بالحق وبه تعدل، كما كان ال ابراهيم هم الذين يهدون بالحق بعد ابراهيم، فال محمد هم الذين يهدون بالحق بعد إبراهيم عليه السلام، وإحنا ذكرنا الأدلة المتعددة في هذا الأمر. كتاب الله عدل، ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالعدل، إن الله يأمر بالعدل، كل أمر الله في الكتاب عدل، كل آية في الكتاب عدل. طب هو في ناس بتختلف في العدل؟ إحنا اختلفنا في العدل، ليه؟ لأن اختلفنا في بيان العدل. مين اللي حيبين الحكم ده؟ وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، هم اللي حيقيموا العدل، اللي حيقيموا الحق هم اللي حيقيموا الايه؟ العدل،
اللي هيقيموا الهدى هم اللي هيقيموا الحق، هم اللي هيقيموا العدل. يبقى هو عدل طالما في يد مين؟ آل محمد عليهم السلام. الكتاب صدق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، لا أحد، لا أحد. والذي جاء بالصدق وصدق به، الصدق اللي جاء من عند الله صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، ده مبدل لكلمات الله. هو الناس تختلف في الصدق، هو الصدق ممكن يلتبس لما يختلف فيه البيان، لما يختلف فيه التفسير، لما يختلف فيه التأويل، وكل فرقة تجعل لها إمام غير اللي ربنا جعلهم أئمة على الناس، وتتوزع الأمة وتختلف ويقاتل بعضها بعض كما هو الحال. ولذلك كما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مين الصادقين؟ مين الصادقين دول؟ اللي الكتاب صدق بيهم، وحيبين ببيانهم، ويفسر بتفسيرهم، ويؤول بتأويلهم، هم دول أهل البيت عليهم السلام. فالكتاب صدق ما دام في أيديهم صدق البيان. الكتاب فرقان، ربنا وصفه بأنه فرقان. تبارك الذي نزل الفرقان بيفرق بين الحق والباطل. طب هو فرق بين الحق والباطل بيننا؟ احنا مستيقنين انه، لكن البيان مختلفين فيه. والمفروض ان احنا ما نرجعش في اي امر فيه فرقان الا الكتاب، دي مسألة منتهى. ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان، وكل طبعا معروف كل كتاب نزل كله فرقان، القرآن فرقان وكل كتاب نزل هو فرقان. ولقد أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. نهتدي بهدي موسى، يعني ربنا بيأمرنا ان نهتدي بهديه، زي ما ربنا أمرنا ان احنا نؤمن بكتابه ولا نفرق بين كتابه وكتاب محمد صلى الله عليه وسلم. لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يا ترى تقوانا لله هنا فيه في ان احنا نتبع اللي ربنا جعل الفرقان والبيان والتوضيح والتفسير على ايديه، فلن يكون القران فرقانا الا بآل البيت عليهم السلام. القران ميزان، الله نزل، الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. في حقيقة الأمر لو جيت تسمي الميزان ميزان هتلاقي هو الوزان هو الإيمان، لأن احنا مختلفين في الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لو كل علمائنا فسروا وكل فرقة سابت علماء فسروا يخسروا الميزان. لن يقيم هذا الميزان بالقسط إلا في ظل خلفاء الله، كما كان هذا معروف إن آل إبراهيم هم اللي وضحوا صحف آل إبراهيم، آل موسى وهارون هم اللي وضحوا التوراة. كذلك لن يوضح ويقيم الميزان بالعدل بيننا إلا آل محمد عليه السلام. فهو ميزان عدل وصدق وحق ويقين به. الكتاب من خصائصه حكيم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. تلك آيات الكتاب الحكيم، ياسين والقرآن الحكيم، وإنه في أم الكتاب لدينا لعليم حكيم. في أمر حكيم مختلف فيه، ده هو أمر حكيم أصلا. اختلفنا فيه إزاي؟ اختلفنا فيه بأهوائنا، لأننا ما رجعناش إلى الذين أمر الله أن نرجع إليهم. فصل الخطاب، اللي ربنا أتاهم الحكمة
فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل محمد الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فقد آتينا آل موسى وهارون الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لأن إحنا ما رجعناش لربنا، آتاهم الكتاب ولا آتاهم الحكم. كتاب الله حكم، كتاب الله حكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم فاحكم بينهم بما أنزل الله. ما ربنا أنزله هو الحكم، فكل قضاء ربنا قضى به هو الحكم. طب مين اللي هيحكم بهذا الحكم؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ويحكم بها النبيون، وهم دول آل موسى وهارون، فلا يحكم بيننا إلا هؤلاء. إني تارك فيكم الثقلين أحدهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي لا يفترقا حتى يرد علي الحوض. مش مختلفين مع الحكم. هؤلاء المطهرون الذين أزهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهير، عايز الصحف تبقى مطهرة وفيها حكم الله يبقى معاه. فكتاب الله حكيم، وكتاب الله ميزان، وكتاب الله عدل، وكتاب الله هدى، وكتاب الله فرقان، وكتاب الله صدق، وكتاب الله عدل، وكتاب الله حق، وكتاب الله نور. في ظل مين؟ في ظل آل محمد عليه الصلاة والسلام.